وللحديث أكثر عن تمرير موازنة العراق رغم عدم اطلاع النواب عليها إلا قبل دقائق من التصويت، ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي. دكتور قحطان، بداية مرحبا بكم في بانوراما الرافدين. إقرار بعض بنود الموازنة بشكل مستعجل من وجهة نظرك، حتى قبل دقائق أو قبل ساعات ربما من العطلة التشريعية، كيف تقرأه؟ ما دلالات التوقيت؟ أرحب بك أخي العزيز وبالقناة والمشاهدين الكرام. نحن نتحدث مجاراة مع ما يجري من عملية سياسية بعيدا عن قناعاتنا الشخصية التي تشير إلى أنها عملية باطلة فاسدة ولا يمكن أن تفضي إلى شيء، ولكن نتابع الخطوات التي جرت بعلمية وبحيادية. إقرار ميزانية بهذا الحجم وبهذه الخطورة وبهذا الضفر غير طبيعي في ظل دلالات واضحة على عدم اطلاع بعض أو معظم أعضاء البرلمان على الموازنة إلا قبل أوقات قليلة قد تكون دقائق، هذا مسألة خارج المنطق بالمرة، وهذا يؤكد إلى أن الذي يجري هو عبارة عن توافقات للقوى السياسية المؤثرة أو للشخوص المؤثرين في العملية السياسية، والباقي من أعضاء هم مجرد أيام زمان قال أين أوقع نعم موافق فقط، وليس هناك رؤية وقراءة وتحليل منطقي للموضوع. إذن نحن أمام تمريرات توافقات أكثر مما عملية تمرير موازنة تدرس بعلمية وتعرض بصورة منطقية وتناقش بصورة علمية. هذه هي المأساة، وذلك نقتنع أن الميزانية ستدخل العراق في نفق كبير سنناقشه بإذن الله إذا جاز الوقت. دكتور قحطان، هذا التمرير الذي تم لبعض المواد وصفه بعض خبراء الاقتصاد بأنها بنود مبهمة تعطي صلاحيات لوزراء أو محافظين أو مثيلهما بمنح صلاحيات مفتوحة للتصرف، هل هذا يعتبر ربما بابا من أبواب الفساد أيضا لتستمر أيضا عجلة الفساد في العراق؟ هذا ليس فقط مجرد فساد، ولكن هذا غياب عن الدور الذي ينبغي أن تقوم به الموازنة وكل ما يرافق الموازنة. كيف أن الموازنة عبارة عن عملية توزيع أموال أو تخصيص أموال إلى مشاريع إنتاجية، أما الآلية في إدارة أو الصلاحيات ليس بالضرورة هي من صلاحية أصحاب الشأن في الموازنة بقدر ما هي قرارات حكومية سابقة ومشرعة. إذن هذا تداخل، هذا تداخل سينعكس أساسا على سلوكيات القوى السياسية التي ذهبت بهذا الاتجاه. إذن نحن أمام عملية تصريف أموال أو منع سلطات ليست تشريعية ولا منطقية إلى شخوص مرتبطين بقوى سياسية بأموال منفلتة، مع ظاهرة غريبة هي غياب الموازنة الختامية. وبالتالي نعتقد أن هذا نعم فساد مبطن وفساد من نوع آخر ليس هناك مثيلة في سابقات الموازنات الدولية. النائب كاظم الفياض قال إن الكتل السياسية تتفق خلف الكواليس لمحاولة استغفال الشعب وبالتالي إغراق العراق في ديون حالية ومستقبلية وتكبيل أجياله. إلى أي مدى ترى أن هذا الأمر ربما فعلا سيتحقق، ومن الذي سيراقب ومن الذي سيرفض؟ كلام دقيق، وأنا قلت في بداية هناك ستدخلنا هذه الميزانية في مآزق كبيرة نناقشها، وهذه إحدى النقاط الأساسية. كيف أن هذه الميزانية بالتأكيد هي قررتها جهات فاسدة، والذي ستنفذ هي جهات فاسدة، ولكن أن يكمل الفساد المشكلة الأضعف هو أن سعر الدولار سعر بيع البترول لثلاث سنوات اعتمدوها 70، وهذه مجازفة كبرى. 1-2 قلة الواردات مع الضغوط الأمريكية على الدولار بشكل عام وخاصة بالعراق يجعل الحكومة مضطرة إلى التعامل إذا ما قطع الدولار الأمريكي عنها إلى ما يسمى بالبديل الطبع المحلي. الطبع المحلي بالذات هذا سوف يدخل العراق في تضخم مالي كبير، ستقل قيمة العملة إلى درجات متدنية، سيكون هناك عجز كبير في أن توفر
التغطية المالية، سيكون هناك ديون مضاعفة. إذا نحن أمام عملية أساساً تذهب العراق إلى مسألة خطرة جداً، وهي سيغيب عن العراق القدرة المالية على حتى الميزانية التشغيلية. إذا هنا المشكلة الكبرى في العملية السياسية في هذا الظرف، فكان عليهم أن لا يفكروا ب3 سنوات حتى يتجنبوا الأخطاء التي قد تحصل. هنا المشكلة الكبرى، لكن أعتقد الأمر نعم سيذهب إلى اتجاه سيء للعراق، وقد يثقل كاهل العراق وكاهل المواطن. دكتور قحطان، زيارة إسماعيل قاآني لبغداد يتوافق أو يتواكب مع هذه الخلافات بين الأحزاب من أجل بعض بنود الموازنة، إلى أي مدى يمكن الربط بينهما؟ أكيد الليلة الماضية شهدت خلافات كبيرة بين القوى السياسية، وتسرب لنا أن هناك اجتماع ما بين قوى في إطار بين قوسين والجماعات الكردية على موضوع النفط وتسوية النفط، وهناك بعض التسريبات تقول إلى أن حقول المناطق ما يسمى متنازع عليها في كركوك ألحقت في الجانب الكردي. هذا كان من التسويات المعينة من قبل الجانب الإيراني لاستدراج الموافقة الكردية على تبرير الموازنة. جاء قآني بالتأكيد لكي يؤكد على أن أي التزام تعطيه الإطار لأي جهة سياسية مدعم بوجود قآني، لأن قآني يعني هو المسيطر والموجه الأساسي لمجموعة الإطار بالتحديد ولعموم العملية السياسية. نعم، ربط كبير ما بين تمرير الفقرات وتمريرها على وفق المساومات ما بين القوى السياسية المتنفذة وبين الإرادة الخارجية الإيرانية للمنطقة، لأن هذا سوف ينعكس على أن قسم من إيرادات النفط في الشمال قد تذهب إلى الجانب الإيراني بشكل أو بآخر. طيب دكتور، بعض البنود التي تم تسريبها أظهرت ضرائب جديدة سواء للمواطن أو للشركات التي تدير مصافي النفط. المواطن العراقي مواطن يعني مخنوق أصلا من الوضع الاقتصادي المزري الذي يمر به، سوء خدمات، ارتفاع معدلات الفقر، بطالة، يعني تدهور العملة العراقية إلى آخره. يضاف إليها، هل سيفرض عليه ضرائب من جديد وفق هذه البنود الجديدة؟ المشكلة الكبرى أخي العزيز أن القوى السياسية تتفنن بكيفية إذلال الشعب العراقي، ونتمنى الشعب العراقي أن يدرك هذه الحقيقة ويتحرك تحرك كما ينبغي بخلاص ذاته. نعم، عملية إقحام الضرائب للمواطن والمواطن في وضع أساسا هو وضع متردي، زائدا الضرائب التي منحت أو ضرب فرضت على الاتصالات على الشركات النفطية، ستنعكس هذه الشركات بإرادة ذاتية على أن تقلل أرباحها، تؤثر على طبيعة توزيع الرواتب لها، تؤثر على إمكانية أو على قدرات الفاعلين لهذه الشركات في الاقتصاد الوطني. مشكلة إضافة لهذا الموضوع أن الميزانية خلت من أي برنامج تنموي حقيقي للبلد. إذا نحن أمام هدر المال، غياب التنسيق أو غياب التخطيط لإنتاج جديد يرفد المواطن العراقي. قال المواطن العراقي بضرائب إضافية مضافة تطول كل مجال حياته. إذا نحن هذه المجموعة التي تمكنت من الشأن العراقي، القوى السياسية تريد أن تنهب هذه الأموال الطائلة ل3 سنوات لاحقة تقدر ب 200 مليار دولار، وبالتالي ستؤكد على ضرورة ذاتيتها الأنانية في العملية على حساب الشعب، وذلك أعتقد أن الشعب سوف يدرك مخاطر هذه العملية السياسية وهذه الموازنة، وأعتقد أن الأمر سيأتي وبالا على القوى السياسية. نعم، عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسية دكتور قحطان الخفاجي، شكرا جزيلا لك.